الحياة اليومية في رمضان هنا في ريف شمال أريس بباتنا لا تختلف عن سائر أيام السنة. العمل لا يتوقف هنا ولا شيء غير العمل. هنا تجد المرأة بجانب الرجل يتعاونان على تذليل مصاعب يومياتهم. انعدام الكهرباء يعني لا ثلاجة ولا أجهزة تبريد، لكن يوجد الماء البارد لتبريد ما هو قابل للتلف. عندنا العين هذه باردة، نبردوا فيها الأخر، نحطوا فيها اللحم يبرد يحكم 3 أيام 4 أيام، نحطوا اللحم في البيدون ونكتفوه بالحبل ونطلقوه حتى يقيس الماء البارد ونكتفوه من فوق يخليه يقعد 3 أيام ولا 4 أيام نجبدوه جديد. قبل سنة من الآن طرح سكان أنزن حمد مشكل المسالك والكهرباء، يبدو أن الفرج قريب. الحمد لله منين جيتونا جانا كل شيء، كل الخير جانا، جانا تريسيتي، جانا طريق، نشكره الشروق والدولة. عندي 21 سنة وأنا نخدم الأرض هذه، ما عنديش تريسيتي، راني نسمع وصلت تريسيتي هنا سنيت أنزح حمل، بغيت يفوتوني شوية حتى أنا. مهما كانت صعوبة الحياة في أعماق الأوراس، تجد الساكنة متشبثين بخدمة أراضيهم وأملهم في غد أفضل يبقى قائم.